طبعا الشعراء المتنافسين في هذه الحلقة في مرحلة 24 هم بجاد السناني، فايح العالي، حسن الهذلي، عاصم المقحم، سامي الجعيد، سعود البقمي، عبد الغني السفياني، فهيد آل سعد. راح نتعرف على أول شاعرين في الجولة الأولى، اللي طبعا راح يكون التنافس بينهم. الشاعر الأول هو الشاعر عاصم المقحم. الشاعر الثاني في الجولة الأولى هو الشاعر حسن الهذلي. بالتوفيق إن شاء الله للشعراء في الجولة الأولى. البداية عندك، تفضل. يا دمر
القايل ترحب واسمع العلم الثمين ما به رسالة ما عرفنا Yeah.
دمعه والمنافع دمعتين، لكن بالهم الله والمشكله من قوة منطقها وضعف ايمانها. هذا لحى من الحرم بالفعل والسيف السنين، وانت زوات الحياة اللي سماها في لسانها. انتهى الوقت، يعطيكم العافية. طارق الثاني عندك حسن، تفضل 10 دقائق وبالتوفيق ان شاء الله. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا. سلام وارسل رسالة للرياجيل عنوانها يا مدور للسلامة، 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 سلام وارسل رسالة للرياجيل عنوانها يا مدور للسلامة. يا سارح الصبح ما ادري ساري الليل، كل ما عدى الدرب لا يرخي حزامه، ولا
حي. وصلك علمي وخلى الحط والشيل صاحبك ما هو مضر بالرخامة الوقت. يعطيكم العافية. صح لسانك عاصم، صح لسانك حسن، تفضلوا أماكنكم. نستمع لي رأي أعضاء لجنة التحكيم، بداية عند الأستاذ سلطان هاجري، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحيي جميع الحضور ونخص الأستاذ المحافظين الأستاذ فهد السلطان والأستاذ محمد بن حجاج، الشيخ عبد الله بن جميل السفياني والشيخ حجاب بن نحيث والإعلامي المتألق محمد الشهري، والعذر عن
اللي يغيب عنا اسمه من الحضور، ومرحبا بالجميع كلهم. أما بالنسبة للطاروق الشعراء، سلام يقول حسن، يقول سلام وارسل رسالة للرياجيل عنوانها يا مدول السلامة. هذا بيت كان المعنى حزام الأمان، وتناولت المعنى بالشطر الثاني، تناول شاعر قوي متمكن. البيت الثاني يسارح الصبح، ولا مدري ساري الليل، يسارح الصبح مدري ساري الليل، كل مع الدرب لا يرخي حزامه. المعنى دائما ما يسمى، إذا سمي المعنى ما يعتبر معنى، المعنى إشارة ورمزية. يا حسن أنت من هذيل وهذيل هالشعر، وأنت شاعر متمكن، لكن تسمية المعنى باسمه تطلع من 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 نطاق المعنى. عاصم يقول يا مرحبا بس عجل بالمراسيل، واربط طرفها بجنحان الحمامة اللي بيخطي على العالم من هذيل، مات ولا بياخذ له غرامة. هنا الشطر الأول اللي بيخطي على العالم من هذيل ما له علاقة في المعنى، أما الشطر عجز البيت مات ولا بياخذ له غرامة، هذه رمية بواردي على المعنى. على العموم يعطيكم العافية وما قصرت، ويا الله يجيكم. تفضل أبو تركي. تفضل أبو تركي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب في ضيوف الحلقة، وعلى رأسهم محافظ محافظة عيون الجماعة محمد بن عبد الله بن حجاج، ومحافظ محافظة رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان، وجميع الضيوف الحاضرين. أما بالنسبة للمحاورة التي جرت بين الشاعرين، القافة الأول كان طرقه عاصم المقحم، حلو جدا هذه الطرقة والتمريرة، ولكن إدخالك البيت بحيث أنه يحتمل على معنيين، تركيب المفردات لم يمكنك بأنك توصل الرسالة، لحيث أنه صيغة البيت بهذا الشكل لم يوصل الرسالة، ولكن تركيبة البيت جميلة هدتك روح محاورة. وخروجك على جبريل بأمر الله بغى يطبق عليك الأخشبين، دخلت جو محاورة فعلا، صح حتى لو أن كان الكلام غير منطبق على المعنى اللي تريده، ولكن المحاورة كانت جميلة جدا. دام البقاء واسمع العلم الثمين، كان رد جميل من حسن الطلحي، وصياغة المحاورة هذه تمنيت أنها تطول أكثر لنكتشف بعض المواهب، لأنه التركيبات اللي كنت مركبها يا عاصم المنى كانت بيات محاورة جميلة جدا. واختيارك لرد البيوت وتركيب هذه المفردات بحيث أنك تلبس ثوبين في ثوب واحد، ولكنها المحاورة جميلة جدا. الرد حسن الطلحي، سلام وارسل لسارة الرجيل عنوانها يا مدور للسلامة، يا سارح الصبح مدري ساري الليل، كنا مع الدرب لا يرخي حزامه. هنا الموضوع موضوعك دخولك في المعنى سليم جدا، بحيث أنه الحزام اللي أنت تقصده ينطبق على اسمين معينين، فكان البيت جميل جدا. الرد من عاصم الملاك من عاصم المقحم كان جميل جدا، بحيث أنه يقول لك وصل الرسالة بسرعة عاجلا ووصلها، فكانت محاورتكم جميلة جدا، ولكن النفس قصير فيها، ولم يتجاوز كل منكم لحد ثلاث أبيات في قافة وبيتين في بيت زميلة، ولكن المحاورة جميلة، ونتمنى أن نراكم إن شاء الله في حلقات متقدمة من البرنامج، وشكرا لكم. شكرا، شكرا لأعضاء لجنة التحكيم وللشعراء، يعطيكم العافية. فاصل أول مشاهدين الكرام، ونعود لإكمال ما تبقى من فقرات هذه الحلقة.